هو من تونس دخلت في نفق أظلم وماهيش باش تخرج منه. نعطي صوتي، شوف اللي مترشحين في منطقتي. الانتخاب موقف والمقاطعة موقف وحتى الورقة ملغاة موقف، وبالتالي أنا مقاطعتي هي تسجيل موقف باعتبار التمشي مانيش راضي عليه وما نجمش نعمل حاجة مانيش مقتنع به. باش نشارك على باش يجينا مجلس باهي ونظيف ومش كما كان الحمام قبل، ونحب معناها خلينا تولي حكومة باهية والبلاد تستقر. أنا سي ما في حلم كل ارتباط بالشأن السياسي التونسي كمواطن بالطبيعة، ومانيش باش ننتخب لأني مرة في حتى حد نجم يمثل ولا مجلس ولا حتى شيء. البلاد هذه ما عادش تقوم لها حتى قائمة إلا ما يرجعوا أو يولدوا ناس أخرين نضاف بالحق. ما ربحناش ملي كانوا في الحكم باش نربحوا في اللي جايين، وديجا حتى حد ما عنده فكرة حتى مترشح، والانتخابات بالمسبق باش معناه نتائجها معروفة بالنسبة لكافة مواطنين التوانسة. يعني مجرد كيفاش تقول أنت، مجرد الانتخابات باش يقولوا فيها مجرد مرحلة يلزمها تتعدى. لا يرجى منهم خيرا سواء الوالا ولا التالين، لا يرجى خيرا. المشكلة في تونس مشكلة أزمة نمو في مستوى الفكر وانسداد آفاق، يعني كل القراءات السابقة واللاحقة تعيش أزمة نمو وأزمة إبداع في مستوى الفكر. إلى يومنا هذا لا يوجد فكر يليق ببداية القرن 21.